قلبي اللي بغاك العمر انا جيت انا جيت. كاميرا. السلام عليكم. هليا كنت جيت فواحد الطياره وكنت جاي مزروب داكشي علاش. تخيلوا دريه صايقه طياره، حاول انك تيماجينيها شويه. ماري فرنسي كتخرج ناري. 20 Ladies and gentlemen, welcome to Abu Dhabi and thank you for choosing Etihad. اليوم على واحد السيده اللي سميتها توريا الشاوي اللي تزادت في 1936 بفاس. من صغرها كانت يعني شغوفه بالطياره، ولكن ما كانتش عندها غير هوايه ديال الطيران، ولكن كانت عندها الهوايه ديال المسرح والقراءه ديال الروايات. وكانت ذكيه بزاف. وباها عبد الوالد الشاوي اللي معروف يعني من رواد المسرح المغربي. امها سميتها زينه، وها الصغير سميتو صلاح الدين. المهم هذه هي الحاله المدنيه، حاولت انا نجيبها لكم كامله اللي عندي. وها صلاح الدين كان يعني فنان مشهور، عاش يعني في مدينه فيشي فرنسا. اسره يعني صغيره مثقفه من الصغير للكبير. كان باها يعني كيجيب ليها العديد ديال الاساسيد حتى للدار. هذا يعلمها الفن، هذا يعلمها اللغه، هذا يعلمها المسرح، هذا يعلمها التاريخ، هذا يعلمها اللغه الاجنبيه، يعني تجمع عليها كل شيء. ولكن كانت يعني مولوعه بالالعاب الميلي ميكانيكيه. كانت مثلا يعني كتشد اللعبه كتفصلها كامله وكتعاود عاوتاني تجمعها. هادشي علاش يعني خلاها انها تولي يعني مولوعه بالطيران. واحد النهار يعني كانت مريضه بواحد المرض يعني صدري، ومشات دوزات وقال يعني الطبيب الاب ديالها يا ريت انك دي هاد البنت ديها لشي طيار تطلبو يضرب بها شي دويره في السماء. الساعه يعني في الربعينيات يعني كان عادي انك تمشي تطلب شي واحد شي ربان ديال الطائره يضرب بك شي دويره، يعني فابور يعني شو سخاوه. وبطبيعه الحال يعني الطيارات ديال شحال هذه كانوا يعني غير دوك الطيارات اللي صغار وعندهم هذيك الفلفاره، يعني ماشي دوك الطيارات الكبار اللي بحال اللي كاينين بحال دابا، ويعني الطيارات متقدمه والتكنولوجيا بزاف ديال الحوايج. عندها يعني ديك الطياره عندها ديك اللعيبه الفوقانيه كتحلها وكيبدا يدخل ليها البرد. بطبيعه الحال هادشي اللي وقع، يعني طلب باها داك السيد وضرب بها دويره والحمد لله يعني تشافات. ولكن المشكله انها يعني مرضات بواحد المرض اخر، ولات يعني مريضه اكثر واكثر واكثر بهوس الطائرات. بحال ملي يعني كيموت شي حد كيقول لك الله يعود محبته بالصبر، بحال ما هكا ياك. ولكن حتى توريا حيدت مرض وجابت مرض اخر اللي هو مرض منفعي وايجابي، ومن ثم قررت انها تولي ربان ديال الطائره، حيت غتصبح اول ربان طائره في المغرب وفي العالم العربي. ستر مزيان على ديك العالم العربي. في الحقيقه القصه ديال نجاح ديال توريا باش تولي ربان ديال الطائره كيلعبوا فيها الوالدين دور كبير، خصوصا الاب ديالها كان كيشجعها بزاف. وكتشوف داك الاب اللي ما كيوقفش قدام الطموح ديال الابن او الابن، وما كيديرش داك الحاجز، يعني عقل منفتح بحال اوبن ماين ديالك. يا دي مع رغم ذلك يعني بنته غدير شي حاجه اللي ما دارت حتى شي بنت اخرى يعني في المغرب وعمرها دارت. ولكن كان مفشج بنته ومشجعها ويعني ومدعمها نفسيا وماديا، ومشى معها يعني لابعد الحدود وبقى معها حتى النهايه. تقاتل حتى سجلها في واحد المدرسه ديال التتمليل اللي كاينه حدا الازهر. وديك المدرسه يعني كانوا كيسيطروا عليها غير الفرنسيين، حيت ما كان فيها حتى شي مغربي او مغربيه، يعني بمعنى اخر يعني باغيين يدخلوا لها غير الفرنسيين او الاجانب. ولكن توريا مع ذلك دخلت لديك المدرسه واخا يعني عانت بزاف، لان ديك المدرسه يعني كيدخلوا ليها غير الفرنسيين وماشي اي فرنسي، يعني دوك الفرنسيين غير نخبه النخبه، بحال ملي تنقولوا هذوك اللي خانزين فلوس. وهذه المدرسه فيها يعني بزاف ديال الجنسيات بحال الفرنسيه والايطاليه والاسبانيه، وهادو كاملين يعني غير صحاب وليدات عمر، يعني لا كريم دو لا كريم. وتما تلقات بزاف ديال العنصريه، حيت كانوا كيحتقروها وكانوا كيحقروها، حيت الطيران كانوا الفرنسيين كيشوفوه غير ليهم هما، ان الطيران عنده علاقه التفوق والتكنولوجيا يعني اللي شي حاجه كبيره بزاف. داكشي علاش حنا ملي كنسمعوا في عادتنا المغربيه طبني بيلوطو ما بغيتش، يعني المكانه ديال البيلوط يعني مكانه كبيره. داكشي علاش ما تقدرش تقول لك انه خطبني مول طاكسي وما بغيتش، هذاك طاكسي في الارض ماشي في السماء. واخا مول طاكسي حتى هو كيسوق. والفرنسيين كيبان لهم يعني هادشي كبير، يعني الطيران ما خصش المغربي يدخل ليه، حيت المغربي يعني خليه يسوق كرويلا ولا تطور كاع يسوق شي كاميون مخرخش. ولكن باش يسوق طياره فتا لهنا يعني تجاوز الحدود ديالو. ولكن مع ذلك يعني توريا كانت قويه وكانت صامده باش انها تحقق الحلم ديالها وتوصل. نهار الامتحان ديالها، النهار اللي غادي تعطي ليها الشهاده
ديال يعني ديال النجاح باش انها تولي ربان ديال الطائره. يعني كانت الاجواء جد سيئه، تعرفوا ان الجو يعني ملي تيكون سيء وملي تكون الشتاء والعجاج يعني الطياره يعني ممنوع انها تطير للسماء. ومع ذلك فان توريا يعني تحدات الاجواء السيئه وطلعت للسماء يعني 3 ديال الكيلومتر، دارت يعني واحد الجوله كبيره، لان في ديك الامتحان ديال داك الوقت يعني خصك تضرب واحد 40 كيلومتر يعني في السماء، يعني ديرها بدون اخطاء، يعني لا مجال للخطا. وفي ديك اللحظه كانوا يعني حاضرين بزاف ديال الاساتذه وكيركزوا وحاضرين على الاقل باش انها دير ولو خطا واحد. ومع ذلك توريا ما دارت حتى شي غلط، اضطروا الاساتذه يعني فعلا انها كتستحق تكون ربان ديال الطائره. وهنا غادي تسمع يعني الصدمه، يعني توريا شدات الشهاده ديال ربان ديال الطائره وهي عندها 15 عام. 15 عام يا بطل، شوف واو بزاف والله. وكانت اول رحله دارت باش انها تاخذ الشهاده دارتها من الرباط للدار البيضاء ورجعت لتتملي، ما احتفلوا بها وكبروا بها على اساس انها ولات ربان ديال الطائره بالطبع. ومن ثم يعني هضرات عليها الصحافه المغربيه والصحافه العالميه على اساس انها اول مغربيه عربيه مسلمه افريقيا غادي تكون ربان ديال الطائره. وغير هادشي انها كانت صغيره بزاف، واحد الشابه يعني اللي ما دارتش حتى 17 سنه، واللي زوين انها يعني كان فرح بها يعني بزاف محمد الخامس وعبد الكريم الخطابي صيفط لها بريه. عبد الكريم الخطابي يعني صيفط لها واحد الرساله، واتحاد النسوي يعني ديال الجزائر حتى هو احتفل بها، وعلى الفاس اللي معروف يعني كنقلب بها هكا يكونوا الاباء. يعني هذه شهادة في حق الأب ديالها، الفضل كله كيرجع للأب ديالها. اللي أثر انتباه ديالي أن واحد الجملة الشهيرة اللي كان قالها لها الربان الإسباني ديالها أن توريا هي اللي كانت غادي تصوب واحد الطائرة جاية يعني من مالاغا لتطوان، كانوا كيشوفوا فيها الربان يعني ديال الإسبان يعني بواحد النظرة ديال الاحتقار، واحد النظرة ديال الاستهزاء، وكانوا كيقولوا يعني غير شي بنيته صغيرة هذه يعني ملبسينها والديها اللبسة ديال الربان ديال الطائرة. كانوا كيضحكوا عليها يعني حيت ما متيقينش أنه واحد النهار من الأيام أنه غادي يكون في المغرب واحد شابة صغيرة غادي تولي ربان ديال الطائره. وبالفعل يعني جا الوقت باش انها غادي تصوب الطائره، ومشاو الطائره لداخل ديالها، فاجات باللي ان الربان الاسباني غادي يخليها يعني تكلف بالمهمه وهي اللي غادي تصوب الطائره، وهو غادي يبقى غير يشوف. وبالفعل داكشي اللي وقع، يعني ساكت الطائره وتم كلشي بنجاح، ونزلت في المطار ديال تطوان، باغي يشد الميكرو وغادي يقول واحد الجمله الشهيره اللي بطبيعه الحال يعني بالاسبانيه انا ما قدرتش نقولها، غادي نترجموها للعربيه. غادي يقول: ايها الساده والسادات، هذه الطائره التي اتت من مالاغا الى تطوان كانت تحت الربانيه المغربيه توريا، قدمها لكاع الناس يعني اللي كانوا في الطياره، من بينهم حتى الاب ديالها والام ديالها يعني والاخ ديالها. تخيل انه داك الاحساس ديال الفخر والاعتزاز، شوف يعني كيفاش غيحسوا وكيفاش غيشعروا. كان كيقدمها الربان الاسباني وكان مفتخر بها، حيت في الاسبان يعني ما كانت حتى شي شابه في ديك السن كانت ربان ديال الطائره. ملي رجع يعني بطبيعه الحال محمد الخامس من المنفى، الا شفتوا بطبيعه الحال يعني دوك الفيديوهات اللي كانوا بالكحل والابيض، وشفتوا دوك الاوراق يعني اللي كانوا كيطيحوا من الطائره، يعني توريا الشاوي هي اللي كانت صايقه ديك الطياره، يعني اللي كانت كتلوح ديك الاوراق، كانوا كيلوحوهم يعني على اثر الفرح والسعاده والسرور يعني بالملك. في ديك الحادثه يعني اللي كانت كتصوب فيها يعني توريا، يعني كان داك الجاج ديال ديك الطائره كان كيتفتح، ومن تما يعني تصابت بواحد المرض يعني في الصدر ديالها ومشات يعني الدواء، مشات الاسيا الدواء تما، ومباشره ما رجعت يعني حاولت انها تبني واحد المدرسه ديال الطيران في المغرب، وشاركت يعني في كتابه كتاب اللي كيهضر على الطيران اللي كانت دارته وزاره يعني ديال التجهيز والنقل. وهذا الكتاب يعني كان دار كله باللغه العربيه، وكانت فيه ادق التفاصيل ومبسط للطيران. كما كتشوفوا يعني ديما في الطائرات المغربيه كنلقاو داك اللوغو ديالها وديك السميه اللي كاينه لتحت، يعني توريا هي اللي كانت السبب يعني ديال الاختراع
وديال الرسم ديال داك اللوغو. طبيعة الحال يعني داك اللوغو هو اللي معمول به لحد الآن في المغرب. بل هنا يعني كان كله إنجازات وتحديات وتفوق وبزاف ديال الحوايج زوينين، لكن ما نساوش أنه دائما الشخص الناجح عنده أعداء. لهذا توريا ما كانوش ناقصين الأعداء، كانوا عنده بزاف عرام عرام عرام. ومن هنا غتعرض لأول اغتيال في 1954 في عمر ديك الساعة يعني غير 18 سنة. كانوا شي فرنسيين إرهابيين داروا قنبلة يعني قدام يعني الفيلا ديالها. لحسن الحظ يعني ما مات شي واحد، ما ماتش توريا، ما ماتش العائلة ديالها. والمرة الثانية غادي تتعرض للاغتيال، يعني نزلت من الطوموبيل ديالها وتعرضت للرصاص هي والأب ديالها. ولحسن الحظ عاوتاني يعني نجاو من هذا الحادث. هذا الشيء كله يعني داروا على اساس انهم يعني ما خص هذا الحادث يوقع، يعني ما خص المغرب تكون فيه شي ربان ديال الطائره. ومن هنا يعني غادي تكون توريا يعني ضحيه اليمين الفرنسي. 1955 جوج ديال البوليسيين يعني باش يقتلوها. هذه المره يعني ماشي الارهابي اللي باغي يقتلها، هذه المره البوليس اللي باغي يقتلوها، ولكن عاوتاني نجات من هذا الحادث. في المره الرابعه غادي يتم يعني الاغتيال ديالها عاوتاني، ولكن نجات يعني من هاد الحادثة كانوا باغين يخطفوها ونجات منها. من هنا يعني غادي نكون وصلنا للمحاولة الخامسة، يعني قبل ما ياخذ يعني المغرب الاستقلال بنهار واحد غادي تقتل توريا برصاصة في المخ. ديك الساعة يعني كان في عمرها 19 سنة، يعني واحد الشابة اللي باقا ما وصلت 20 سنة، يعني واحد الشابة اللي باقا صغيرة. هنا يعني توصلوا بزاف ديال الأحداث باللي أن اليمين الفرنسي هو اللي قتلها، حيت ما خش المغربي يوصل، ما خش الربان المغربي يكون في المغرب، يعني ما خش بزاف ديال الحوايج المغربي يوصل لهم يعني إنجازات وبزاف ديال الحوايج. يعني المغرب خصو يبقى ديما مكمش وديما ساكت، ما يهضرش على حقه وما يديرش إنجازات، ما يوصلش، يعني خصو غير يتكمش وصافي ويبقى ساكت. وهادشي كامل يعني وقع حيت غيخرجوا من المغرب. يعني ديك الساعه كانت طبعوا لينا وثيقه ديال الاستقلال، وكانت يعني توريا ضحيه ديال هذا الحدث. ولهذا يعني دائما النجاح يجلب الاعداء، واحيانا يكون النجاح بدايه النهايه. حتى هنا غادي نكونوا سالينا لا فيديو ديالنا، وكنتمنى يعجبكم، ولا عجبكم بارطاجيوه وشجعونا، وما تنساوش ابوناو في لاشين وتسناو دي فيديو جديد.